السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کا 24واں پارٹ پڑھیں گے، آئیے ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن
نؤمن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله نرى الله جهرة فأخذت قوم الصاعقة وأنتم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم